السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. كل يوم فيديو جديد لاستكشاف أماكن وطرق جديدة في بلادنا. اليوم سنقدم لكم في هذا الفيديو جولة تشمل الطريق الرابط بين أزغنغان وسوطولاسا، فتابعوا معنا هذا الفيديو. نرجو منكم الاشتراك في القناة لكي نستمر في نشر المزيد. كما تلاحظون محصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة.